حرص المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تطبيق أهم المبادئ الديمقراطية الراسخة، وهو مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث للحفاظ على الحريات والحقوق باعتبارها أهم ركائز النظام الديمقراطي. الفصل بين السلطات الثلاث أهم المبادئ الدستورية الراسخة التي حرص على تطبيقها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، إذ نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة تبني مبدأ الفصل بين السلطات تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ولتحقيق التعاون والترابط بين هذه السلطات وضمان التوازن وحسن علاقتها وأدائها، يأتي جلالة الملك المفدى على رأس السلطات الثلاث باعتباره رأس الدولة والممثل الأسمى لها. وتشكل سيادة القانون ركيزة أساسية في ميثاق العمل الوطني، فسيادة القانون هي الأساس لتحقيق مبدأ العدل أساس الحكم، وهو المبدأ الذي تضمنه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول، والذي يأتي تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع باعتباره أساسا للحرية والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما أكد الميثاق على سيادة القانون في الفصل الثاني كأحد المتطلبات الأساسية لاستكمال مقومات الديمقراطية وشكل الدولة الدستوري، بحيث أصبحت سيادة القانون تحقق الاستقرار والوحدة الوطنية وتدفع بمملكة البحرين لتحتل مكانة رائدة بين النظم الديمقراطية.